أعلنت هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة عن برامج وفعاليات صيف أبو ظبي 2016 خلال الفترة من 7 يوليو إلى 11 سبتمبر في أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية. وحضر المؤتمر عدد من الشركاء الرئيسيين في إعداد البرنامج وبمقدمتهم مبارك الشامسي مدير مكتب أبو ظبي للمؤتمرات في هيئة السياحة والثقافة. الحمد لله أنس، ما تعرف اليوم نحن استنى إصدار على موسم صيف أبو ظبي 2016 اللي بيكون بين 7 يوليو لحد 11 سبتمبر إن شاء الله من السنة هذه، وهي إجازة خلينا نقول تضمن إجازة المدارس الصيفية والعيدين. نحن دائما في موسم صيف أبو ظبي نطمح لتقديم الجديد دائما من ناحية الفعاليات الموجودة، نوعية الفعاليات وتنوع الفعاليات من ناحية الناس المستهدفة، الزوار المستهدفين وإرضاء يعني وقضاء وقت مرح من جميع أفراد العائلة في إمارة أبو ظبي. ويضم البرنامج مجموعة واسعة من العروض العالمية والأمسيات الكوميدية والحفلات الموسيقية والسيرك والخداع البصري ومناطق الأنشطة والفعاليات الترفيه العائلية، والمقرر إقامتها في قاعات ومرافق متعددة في مدينة أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية، وتغطي عيد الفطر المبارك والعطلات المدرسية. في كثير من الفعاليات الجديدة اللي مطروحة إن شاء الله في موسم صيف أبو ظبي، يعني أذكر منهن فن نيشن وذا ديستريكت. يعني فن نيشن وذا ديستريكت هاي فعالية ما بتقام خلال يومين أو ثلاثة، هاي تقام خلال فترة شهر كامل، والشهر هذا بتكون متضمنة جميع النشاطات المتنوعة التعليمية الرياضية المرح والفرح للأطفال. وفي نفس الوقت في بعض المناطق مخصصة للأطفال من 14 للناس من 14 سنة لحد فوق، وهي مختصة بالنشاطات المتركزة فيهم. فنحن يعني حاولنا قدر الإمكان في خلال موسم صيف أبو ظبي 2016 أن نغطي جميع النواحي، نواحي الفرح والمرح لجميع أفراد العائلة وجميع الزوار والزائرين جايين إلى إمارة أبو ظبي.